السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غنحضر معكم الأكلة ديال الأخطبوط. الأخطبوط اللي معروفة به المنطقة ديالنا، بما أنه هذا هو الموسم ديالو غادي تلقاوه متوفر في الأسواق، قررت أنا نشارك معكم واحد الطريقة ديال التحضير ديالو اللي كتجي غزالة بزاف. إذن كنغسلوا الأخطبوط ديالنا مزيان بالماء، كنمشيو لديك المنطقة اللي كتكون الفوق، كنقلبوها بكلتا الجهتين وكنحيدو من هادوك الأحشاء اللي كيكونوا داخل منها، فهما كيكونوا غير صالحين للأكل. في هاد الأثناء نكون وجدنا واحد طنجرة ديال الضغط، كنوضعو فيها الأخطبوط ديالنا، كنغطيوه بالماء البارد مع شوية ديال الملح مع بعض الأوراق ديال سيدنا موسى أو أوراق الغار وكذلك نصف ليمونة. من بعد كنوضعو الطنجرة ديالنا فوق نار عالية لمدة 10 دقائق. من بعد ما كيطيب الأخطبوط ديالنا كنخليوه حتى يبرد وكنقطروه. والآن كاين جوج ديال الاختيارات، اما كننقيوه وكنحيدو له ديك الجلده ودوك الحبيبات اللي كيكونوا الفوق كاملين، والاختيار الثاني هو انكم تخليوه على الطبيعه ديالو، فكذلك كيجي لذيذ جدا ودوك الفيتامينات ديال الاخطبوط كاملين كيكونوا في الجلده والحبيبات ديالو. وانا هنايا النصف نقيتو، النصف الثاني خليته كما كتلاحظوا. كنتقلوا مباشره للمقادير، كنحتاج شويه ديال الاوراق سيدنا موسى، شويه ديال الازير، عصير ليمونه واحده، شويه ديال قزبور ومعدنوس، قطع ديال ليمون، كذلك واحد جوج دروس ديال الثومه، واحد 3 حبات ديال السودانيه، والقليل ديال زيت الزيتون. وكنقطعوا الاخطبوط الى قطع صغيره كما كتلاحظوا في الفيديو. اذا يا احبابي هذه طريقه كنظن انها ما كايناش بزاف وكيعملوها بعض المطاعم الكبرى، كنتمنى انكم تجربوها. صدقوني الا جربتوها ما عمركم غادي تستغناو عليها. خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا طريقه ديال التحضير. واخيرا كنوضعوا زيت الزيتون، من الاحسن انها تغطي جميع المكونات، فممكن اننا نخلطها مع زيت المائده. وانا هنايا ما وضعتش الملح لانني استعملته في اول خطوه في الطنجره. اذا هذه هي الطريقه ديالنا في تحضير الاخطبوط او البولبو. واذا كنتوا باغيين المزيد ديال الوصفات المأكولات البحريه كتبوا لي في التعاليق. كنغطيوه واحد كيس بلاستيكي وكنوضعوه في الثلاجة، ومن الأحسن أننا نستعملوه بعد ما كتفوت ليلة كاملة. بالنسبة للتقديم كنقدموها كمرافقة لباقي الأطباق كما كتشاهدوا، بالصحة والهنا إن شاء الله. إذن هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالاشتراك في القناة ديالي وتشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم. في انتظار تعاليقكم زوينة. شكرا على مشاهدة الفيديو، إلى اللقاء وفي أمان الله.